تحدثت ألمانيا أواخر عام 2020 عن مشروع قرار يقضي بإعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم، في وقت تعتبر العودة من بلاد اللجوء إلى سوريا شبه مستحيلة. فمن سوريا، ماذا لو بدأت الدول الأوروبية بإعادة اللاجئين من أوروبا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد؟ حلقة جديدة نتحدث فيها حول هذه القضية، ابقوا معنا. ستسمح ألمانيا مجدداً بعمليات الترحيل إلى سوريا خلال عام 2021 في حال اعتبروا أنهم يشكلون تهديداً للأمن الألماني، حسب ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية الألمانية، حيث أثار القرار مخاوفاً لدى الكثير من اللاجئين حول إمكانية توسيع نطاق الترحيل مستقبلاً. فلو تم العمل بالقرار فسيتم ترحيل طالبي اللجوء إلى مناطق سيطرة نظام الأسد والتي تعتبر غير آمنة للحياة، حيث سيواجه المرحلون إليها العديد من التهديدات، على رأسها الاعتقال والتغييب التعسفي في السجون والتي قد تصل بهم إلى الموت نتيجة التعذيب الممنهج الذي يمارس على المعتقلين في معتقلات النظام. فضلا عن أن الترحيل إلى مناطق سيطرة النظام سيكون كاعتراف أوروبي دولي بشرعية هذا النظام الذي كان ولا يزال السبب الرئيسي في هروب اللاجئين خارج سوريا نتيجة حربه المستمرة على الشعب منذ 10 سنوات، حيث استقبلت أوروبا عشرات الآلاف من اللاجئين خلال سنوات الثورة، غالبيتهم من المعارضين لحكم آل الأسد. يتحدث القرار الألماني عن ترحيل لاجئين مدانين بارتكاب جرائم ويشكلون خطراً على الأمن الألماني، لكن ماذا لو توسعت دائرة الترحيل؟ ففي هذه الحالة سيتم ترحيل سوريين بشكل عشوائي وسيجبر هؤلاء اللاجئون وعائلاتهم على العودة إلى سوريا، وسيواجهون في سوريا ظروفاً إنسانية صعبة نتيجة فقدان معظم أساسيات الحياة من كهرباء وماء وخبز، ما سيضطر المرحلين للوقوف لساعات طويلة في الطوابير للحصول على بضع رغفان من الخبز أو القليل من الوقود. طبعا يأتي هذا في حال نجوا من الاعتقال ولم تتم إدانتهم من قبل النظام بجرائم يعتبرها النظام إرهابا. ولو عمل بالقرار فلا ننسى أن هناك المئات من شبيحة النظام تم إرسالهم إلى ألمانيا كسفراء للأفرع الأمنية السورية، وبإمكانهم افتعال مشاكل مع معارضين لنظام الأسد ومطلوبين للأجهزة الأمنية داخل سوريا بهدف دفع الحكومة الألمانية لترحيلهم ليتمكن النظام من إلقاء القبض عليهم، ما سيشكل مخاوف لدى الكثير من السوريين الفارين من الاعتقال الذي سيؤدي إلى قتلهم تحت التعذيب أو ضمن محاكمات ميدانية. غالبية اللاجئين في أوروبا من فئة الشباب، ولو تم ترحيلهم إلى مناطق سيطرة النظام فإن النظام سيجندهم ليستخدمهم في حربه على المناطق الخارجة عن سيطرته، خاصة مناطق الشمال السوري، ما سيؤدي إلى موجة نزوح جديدة لن تتمكن تركيا من تحمل أعبائها، والذي سيؤدي إلى فتح طريقها نحو أوروبا ليخرج المزيد من المدنيين، وبالتالي إعادة تدوير اللاجئين وعملية اللجوء من جديد. فضلا عن أنه يخشى أن ينتقل العمل بهذا القرار إلى بقية الدول الأوروبية لتنتهج بلدان الاتحاد نهج ألمانيا وتبدأ بترحيل اللاجئين الذين خاطروا بحياتهم وقطعوا آلاف الأميال للوصول إلى بر الأمان، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في أوروبا أكثر من 1 مليون لاجئ، كما وقتل منهم العشرات وغرقا أثناء محاولة الوصول إلى تلك الدول. كما يأتي هذا القرار في ظل صمت دولي شبه كامل عما يحصل في سوريا من مجازر يومية
ليبدو كأنه تواطؤ مع الجلاد في وجه الضحية، ومحاولة إعادة تعويم نظامي وإعادة شرعنته من جديد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام. لكم مني ومن فريق العمل أطيب التمنيات. إلى اللقاء.